أهلا وسهلا متابعين الأعزاء، رجعنا لكم من جديد. اليوم فقرة إن شاء الله أنها تكون حلوة، طبعا بوجودي وبطبخاتي أكيد، يعني من غير أي مجاملة. يعني هذا الحكي معروف والكل عارفه وراجي عارفه، وهدول كل الريش هدول كلاتهم للأستاذ راجي، 5 6 حبات ريش. اليوم راح أعمل لكم كبسة ريش، بما إنها هي عاملة إيش اسمه؟ شو اسمه يا راجل الطبخة تاعتها؟ شو اسمها؟ هسا بتيجي بتحكي لكم عليها، أنا ما بدي أحكي عنها. أنا ما بدي أحكي على طبختها نهائياً. أنا ما بدي أحكي، عندي هون شوية ريش زي ما أنتم شايفين، راح أشتغلهم بهاي الطريقة. عندي هون زيت زيتون، وعندي رشة ملح، وعندي شوية من الأعشاب، وعندي شطة، تمام؟ وعندي هون صلصة بندورة. معلش تحملونا، إحنا اليوم ما راح أنزل لكم ريسيبي عشان تعرفوا طبختين مع بعض وكذا، بس ان شاء الله المرات الجايه بنعد لكم اياها وبنزلكم الريسبي على الهواء. راح نقلب كل المكونات مع بعض. اللحمه رائعه بتاعت الريش، رائعه. شوفوا ما احلاهم، شوفوا ما اجمل هالريش، شوفوا ما اجملهم. شايفين ما احلاها؟ شايفين ما احلاها؟ رائعه. نسبة الدهن ممتازة، هاي الدهن راح أخليها، ما راح أشيلها عشان إيش؟ يعطينا الطعم الطيب. أنا بس ثانية واحدة بس بعد إذنكم. أيوه هيك عشان أعرف أشتغل. عندي هون جريل، حمينا الجريل. صباح النور شيف. صباح النور، أهلا وسهلا، تفضل ستي. حياك الله. خلص لا لا نحكي منيح. لا لا هو أنت يعني عدم مؤاخذة ما ضل شيء إنك تعمليه عشان إنك فاضية. أنا جاية كل الطريق سامعة وأنت عم تتغزل بالريش. هاي شوف شوف الجمال، شوف الجمال، شوف الحلاوة. يعني بالله في أحلى من هيك لحمة إنها تنطبخ؟ والله ما أتوقع، يعني ما أتوقع نهائياً. بس تطلبوا من حدا خدمة. شوفوا شو بيكون المحصلة. شوفوا الريش ما أحلاهم، راح نستويهم بهاي الطريقة نص استوى. هذا بس عشان اورجيهم شو حطيت المكونات ستي، بس عدم مؤاخذه ما راح ندخل. يعني اذا قلت ورق غار ما راح لا بالضبط، يعني بس هيك بعطيهم هيك جمال، بعطيهم هيك جمال. جمال؟ بعطيهم راجي للجاج، شو اساوي يعني؟ ايش طيب احكي لك عدم مؤاخذه. هلا انت شو عم تعمل شيف؟ انا راح اعمل كبسه بالريش، انت ايش نوع ايش اسم طبختك؟ انا عاملين سليق عربي او سليق سعودي. سليق سعودي، ما بتساوى باللحمه سؤال. ما بتساوى باللحمه؟ في ناس بتحبه بس انا بحس انه ما بعرف بحبه بالدجاج، يعني الاكلات اللي بحسها انه بنعمل بنعمل بس بيلبق للدجاج اكثر بوجهه نظري انا الشخصيه. هلا احنا سلقنا هون، سلقناهم تقريبا نص ساعه تمام، وحطينا لهم شوفوا الوصفه الاصليه ما بيحطوا غير ورق غار وهيل، بس انا حطيت انت شفت حطيت شويه فلفل شوية شو كنا حاطين في مستكة، المستكة جدا أساسية إنه نحط بسلق الدجاج. حطينا ملح وحطينا ملح، لون الدجاج زي ما هو عبياضه. تمام. تستخدم نوع من الصلصة هي عمليتها مش لو تحكي لنا إياها. صلصة زيت، بهارات، بهارات كل بيت بيحب بهارات غير يعني بودرة. فإحنا عاملينها رح ندهن فيها الدجاج ونفوته على الفرن، هون الموضوع حيكون خلص. طيب عندنا الشوربة اللي سؤال صغير، ما بزبط إنه نحط عليها بس ملح وفلفل وخلص؟ لا لازم يكون عليها الصلصة هاي. وصفتي فيها لا لا الاصل، انا بحكي عن الاصل. ايه في عالم بحبوها هيك بيعملوها، انا عشان كنت شفت الدجاج على بياض. صح لا بس انا بحبها هيك عرفت، يعني تطلع اطيب ان شاء الله انه تطلع طيبه. يعني فينا نزود لها شويه زيت، انا عملتها طبعا فيه. طيب الجزء الثاني لاتركك تحكي كمان بوصفتك. المرأة لا لا عادي لو حكيت يعني فايز يعني راح يطلع الطبخه تاعتي اطيب، فخذي المجد تبعك زي ما بدك عادي. المشكلة ما تحاولي انك راح تاثري علي على الطبخه تاعتي. المشكلة انه ماما عم تشجعك. الله يخليها، تحياتنا لوالدتها. يعني ليك من وين بتجي؟ الله يسعدها. قالت لي حرام ما حدا معه فماما عم تشجعك. الله يسعدها يا رب. طيب في مرقة الدجاج. مرقة الدجاج هي راح اصفي لك اياها. وحنسلق فيها الرز، والرز ضروري يكون مصري. بس سؤال، ما غسلتي انت الرز ولا نقعتيه ولا شيء؟ لا عادي هو مغسول. بس وما بيحتاج نقع لانه ليه احنا رح نتركه بالمي رح نخبصه للرز، يعني دائما بيقولوا الرز حبه وحبه ومفلفل وهيك. لا انت اليوم بدك اليوم رح نعمل العكس تماما، بدنا نخبصه بال يعني حنتركه بال بالشوربه او بمية السلق. لا كم باخذ وقت؟
وقت سوى الرز واكثر شوي لانه المي بدها تكون كثيره. يعني راح ياخذ معنا نص ساعه تقريبا؟ تقريبا. ايش راح تحط عليه؟ واكثر رز والمرقه وبس. المرقه احنا اوريدي ملحناها فهي ما راح تحتاج انها تحط ملح على المرقه. صح. فخلص الرز بالمرقه تاعت الدجاج الطيب اللي حطينا عليها ورق غار، حطينا عليها هيل، حطينا عليها ملح، حطينا عليها بصله. طبعا بعد ما سحبنا الزفره تاعتها ان شاء الله انها يعني تكون طبق موفق يعني. 100% يعني اشك انا بالموضوع. طيب هلا انا شو بدي اعمل؟ هاي طنجرتي. هاي طنجرتك ستي. طيب اذا سمحتي اعطيني ال ايش بدك؟ المرقه؟ بليز. تمر حاضر. على راسي. شكرا. هذا جعلها ما تخلص الطبقه تاعتي اكيد يعني. لا رح ساعده، رح ساعده هلا. هي اخذت 3 دقائق زياده بالتقرير تاع النباتات عشان انه انا ما ابلش على ما توصلني هي. انا بلشت لقيتها هوب صارت وصلي هون ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا الحكي وقاعده هي بتحكي معكم، بس برضه مع هيك انا بوعدكم انها تكون طبخه عاديه عاديه يعني تحياتنا لاخواننا بالسعوديه، بس يعني هذا الطبق اكيد راح يكون فيه له تعديل. اذا في له تعديل على السريع هي هسه راح ننزل لكم رقم الواتساب عشان نحكي على الهواء شو التعديل تاع الطريقه تاعت الست ساره. مع الشكر الجزيل لإلي على هذا التنويه. يعني انا راح اساوي هون على السريع تمام زيت، شويه بصل، شويه ثوم، فلفل حار، راح نحط عندنا هون فلفل حار، راح نحط بندوره اوكي، راح نحط بهار مشكل مع فلفل حار زودته عشان امين جاي يحكم الي تمام، وراح نحط ملح. نقلب هون لو سمحتوا من اليمين للشمال. ايوه فلفل اسود، شويه هيل، شويه بهار مشكل، وراح نحط صلصه بندوره، واخر شيء مرقه اللحمه. راح نقلبهم كثير مع بعض، بعدين نصفط الريش بقاع الطنجره عشان يطلعوا مرتبين. شوفوا هاي المكونات تاعتي هون كلياتها بهالطنجره، راح اقلبهم مع بعض، بعدين راح اصفط الريش هون، احط الرز بعد فوق الريش والبهارات والمرقه كامله. حط الصلصه. شو صار بالريش؟ حركتيهم؟ انا اللي حركتهم؟ لا انا بدي اياها اللسعه هاي تاعتهم عشان تعطينا طعم اصلا. ايه طبعا الدهنه هاي ايه كلياتها راح تعطينا طعم. انا لانه ما بدي المشاهدين يقولوا انه انا ما ساعدت كمان. طيب والله قاعد بجهز لك البهارات هاي سبحان الله ساعدت. على السريع هاي عدت لك اياها هاي رح ندهن على وجه على اوكي اجيب لك فرشاي؟ ايه بليز لو سمحت. رح ندهنها على الجاز وحنفوتهم على الفرن. اوكي رح تحط بارضيه الصينيه شويه مرق عشان ما ينشف ولا لا عادي؟ لا 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 عادي. طب. وانا راح اقلب مكوناتي هاي الطيبه الرائعه، وبرضه راح استخدم هيك كفايه ولا بدك كمان صحيح مرق فيه؟ لا ايه بدنا نزيد، على كل ما بينقصوا شوي بنزيد، بنرجع بنزيد مي، ما بنسكر عليها، ما بنعمل فيها شيء، نتركها بتشرب المي، وكل ما بينقص بنرجع نزيد عليها مي. قديش راح ياخذ وقت؟ نص ساعه تقريبا ولا اكثر؟ يمكن اكثر شوي. لا معنا وقت ان شاء الله انه راجي ما يضيع لك تعبك على الفاضي، عشان انا طبختي كلياتها كامله من الالف للياء 25 ل 30 دقيقه بالكثير. الاكل مش اسلق وساوي واعمل. لا لا لو سمحت ما تحكي، ما تبيني انه انك انت بدك تاخذيها بطريقه رائعه وترتاح اللحمه وكذا. انا والله يا جماعه زي ما انتم شايفين انا يعني مبسوط منظر الريش، وقاعد بشرب فنجان القهوه تاعي، وطبختي راح تخلص ب 20 دقيقه ان شاء الله. وما تنسوا انها لحمه، لحمة لحمة يا جماعة، مش دجاج. ما تنسوا مشاهدينا انا عندي حلقة مقدمها من ثاني ميلة. والله يا ستي انت بلشتي هسه لما اجيتي، هاي مش مشكلتي، اذا انت وافقتي انك تدخلي بتحدي مع الشيف خالد نصار على الهواء، وانت هذيك اليوم مسكتي لك حبة الخيار وقعدت تقطعي واجاكي 3000 لايك عليها. بتعرف انه كنا عم نحكي عن التنمر قبل شوي، وانت بتعرف انه انا انسان ضد التنمر. اوكي طب شو انا بعمل؟ لا لانه هلا عم تتنمر علي يعني. لا ما مش عامل شيء، انا بحكي لك انك انت عم تقلب علي المشاهدين. لا لا والله لا والله هم عارفين انك انت راح تخسري هيك هيك، بس ان شاء الله انه يعني فالك التوفيق ان شاء الله. انا بتمنى لك الفوز ويطلع طبق طيب عشان الناس اللي راح تذوق فعليا يعني. وراجي يعني بس ما بعرف امين قال جاي. امين طبعا جاي، انا طلبت. انت متخيل انه امين راح يشهد معك صحيح؟ لا انا والله انا بدي اياه يشهد الحق، انا بدي اياه يشهد للحق يعني صراحه. ما بدي انا ما راح اكون ظالم. بقلبهم هون هاي سكر بقلب لك اياهم. ما راح اكون ظالم انا واخذ حقك، بس هم المشاهدين كمان راح يشوفوا
طيب شوفي هسه راجي راح يحكي لنا هسه خلال 10 ثواني راح يحكي لك خالد لو سمحت سلم هبه وخلي ساره تيجيك على الاستديو على السريع تكمل الفقره. فانا عشان تكوني بالصوره راح ادير بالي على الطبخه، انا ما ضفت اي شيء يا جماعه الخير، بس راح ادخل الدجاجات بالفرن وادير بالي على الرزات اضلني ازقيهم وفور فري ما راح اخذ منك 75 دولار ولا شيء. خلي تحاسب بالدولار. ما انتوا حكيتوا 75 دولار. طيب هبه انت شو رايك لهلا مين اللي ماشي وضعه منيح؟ خليني اروح لعندك واكيد راح ارجع لعندك ونكمل الحلقه.